قبل أكثر من 40 سنة عرض ولأول مرة مسلسل عدنان ولينا. اندلعت الحرب العالمية الثالثة عام 2008. كانوا كتاب المسلسل يتخيلون المستقبل بأسلحة ضوئية ومغناطيسية وسيارات وقوارب طائرة، بس وصلنا 2008 ولا شفنا التقنيات هذه. لكن اللي صار شيء ثوري أكثر، شيء ما قدروا يتخيلونه لا في عدنان ولينا ولا باقي أفلام الخيال العلمي. تقنية بتغير طريقة عيش البشرية. هذه التقنية المفترض تخلينا نعيش في عالم مثالي، وما أبالغ لما نقول مثالي، عالم كلنا أجسامنا فيه صحية ورياضية بدون حتى ما نروح النادي، بدون حتى ما تجاهد نفسك على قطع الأكل اللي تحبه، عالم نقدر نختار فيه شكل عيالنا، كثافة شعرهم، لون عيونهم، عالم ما فيه أمراض وراثية ولا إيدز وملاريا تنتقل بين البشر، ولا سرطان يقتل فوق 9 مليون إنسان سنوياً حول العالم. مو بس كذا، من الممكن أن البشرية ما تشيخ أبداً. السؤال، من 2008 إلى الحين وش اللي مانعنا من استخدام هذه التقنية؟ عشان نفهم وش هالتقنية خلونا نرجع للوراء 10,000 سنة، لما الإنسان كان يعيش بشكل بدائي، الحضارات لم تتشكل بعد، والعلوم جميعها في بدايتها، حتى وسائل العيش كانت بشكل بسيط وبدائي مثل الزراعة وتربية الماشي. من هذاك الوقت والإنسان عارف أن في صفات تنتقل من الوالدين للأبناء بعد التزاوج، ومن الممكن أن الإنسان يحدد هذه الصفات إذا اختار الأب والأم بشكل صحيح، وعشان كذا صاروا يختارون الخيل والفرس المناسب عشان ينتجون خيول أجمل، أو أبقار تدر حليب أكثر، أو دجاج يعطيك بيض أكبر. ما كان الإنسان يعرف ليش وكيف تنتقل هذه الصفات، ولكن في القرن الماضي عرف، والسبب هو الجينات. الجين هذا هو تسلسل مكون من 4 حروف، اللي هو الـ A والـ G والـ C والـ T. الجينات هذه هي اللي تحدد صفاتك. أنا محمد جالس اليوم، شكلي، لون شعري، عيوني، حتى احتمالية إصابتي بأمراض معينة محددة بشكل كبير من الجينات. هذه الجينات 3.5 بليون حرف، يعني لو كاتب يشتغل 8 ساعات في اليوم بس مشغول يكتب هذه الحروف، بتاخذ منه أكثر من 50 سنة عشان يخلصها. لما عرفوا العلماء أن الجين هو المسؤول الأول والأخير عن كل هذه الأشياء، كان الهاجس عندهم دائماً هل نقدر نتحكم ونغير بصفات المخلوقات الحية؟ أننا نعيد كتابة هذا الجين؟ من هذا المنطلق بدأت التجارب. بين البكتيريا والفيروسات حرب دائمة، ومع الوقت قدرت البكتيريا تطور نظام مناعة يسجل أجزاء من جينات الفيروس، بحيث لما يهجم الفيروس مرة ثانية تقدر البكتيريا تتعرف عليه وتقص جيناته وتقتله.
بدون ما يتأثر أي شيء آخر. هذه التقنية الدفاعية اسمها CRISPR. It's called CRISPR-Cas9. في 2008 اكتشفنا أننا نقدر نختار جين مسؤول عن مرض معين مثلاً ونعطيه البكتيريا، وهي بنظامها الدفاعي CRISPR تقص الجين بالكامل، ما يصير موجود في جسمك ولا ينتقل لعيالك. زي الضمور العضلي مثلا. طيب نكمل. انت تبدا حاله طفل طبيعي، بعدين تبدا تظهر الاعراض كل ما يكبر. يعني انا لو اقدر ارفع يدي بس، هذا شيء عظيم، هذا واو انجاز رهيب. انا مره رهيب يعني احس فيه تغيير كبير. بالنسبه لمرضى الضمور، يعني هي من الحالات المعدل الجينيه اللي نجح فيها التعديل الجيني. CRISPR اليوم تصل دقه عمل 90%، وعلشان نستوعب ضخامة هذه الدقة، نسبة النجاح هذه أعلى من كثير من العمليات الجراحية. بكذا CRISPR حل المشكلتين اللي كانت تواجه التعديل الجيني، صار دقيق ورخيص. يعني لو يضبط CRISPR مثل ما هو قادر عليه، يمكن تقفل المستشفيات، ما حيكون في شيء اسمه مرض في المجتمع. CRISPR كتقنية بحتة قد تكون الحل المستقبلي لكثير من مشاكل البشرية، ولكن في عام 2018 في باحث صيني صدم العالم لما أعلن في مؤتمر للتعديل الجيني أنه عدلوا لأول مرة على جينات أجنة في الأشهر الأولى من الحمل. لا يوجد شخص في علم الأخلاقيات إلا وتحدث تجريماً لهذا الشخص. قالوا فيه إن فعله وحشي غير مسؤول وشنيع، وعوقب وسجن في الصين، مع أن والد الجنين كان يحمل جين لمرض الإيدز، وكان الهدف من التعديل هو إزالة جين الإيدز. لكن ليش هالعقاب الشديد؟ وليش هو ممنوع أصلاً؟ التعديل الجيني على الخلايا الجسدية مسموح جزئياً تطبيقه على الإنسان في كثير من دول العالم، ولكن ممنوع تماماً في أكثر من 40 دولة أنك تعدل على الخلايا التناسلية. الخلايا اللي ينقلها الإنسان للبروجيني أو للجيل الثاني هي ما تسمى الخلايا الجيرم لاين سيلز، اللي هي الخلايا التناسلية. إذا عملت تعديل جيني وأخطأت، الخطأ هذا يعني يكون مدمر. لأن التعديل الجيني على الأجنة والبويضات والحيوانات المنوية بينتج عنه تعديل دائم ومستمر ومتوارث، والسيطرة عليه بتكون أصعب. تذكر 90% نسبة النجاح لكريسبر؟ هذه صحيح، ولكن المشكلة كلها موجودة في 10% نسبة الفشل هذه الممكنة. يعني مثل لما تقول 10% من رحلات الطيران بتطيح وتحترق، نسبة قليلة ولكن كارثية. وهو مدمر لأن الجينات متداخلة ومترابطة. ممكن الجين المسبب للسرطان هو نفس الجين الخاص بالنظر مثلاً. ولكن بالرغم من كل هالمشاكل والتحديات، إلا أن المصابين بأمراض علاجها الوحيد هو CRISPR مستعدين للمخاطرة. أنا ما شفنا عندي مانع أني أخذ علاج واعد وقد يكون له مضاعفات مستقبلية على أني أعيش الفترة هذه بجودة حياة أعلى. أما السبب الثاني للمنع هو صعوبة تحديد ما يعالج بالتعديل الجيني. أنا أتوقع طبعاً إذا خلصنا من المشاكل اللي هي تدعم الحياة حيخشوا على التجميل، هذا أكيد. CRISPR ممكن يسمح لك باختيار الشكل اللي تبيه لطفلك. أنا ممكن أغير شخصية الشخص إذا غيرت الجينات اللي لها علاقة بالشخصية، الجينات اللي لها علاقة بالذكاء، وهذا ما يعرف بتصميم الأطفال. برضو ممكن تجي دولة تقول لك أنا أبغى كل أبناء شعبي عيونهم خضرة، شعره أشقر. هتلر حاول يسويها. الإنسان المثالي من وجهة النظر النازية في هذاك الفترة هو الشخص المفتول القوي الطويل أبو شعر أصفر وعيون زرق. فكانوا يجيبوا الأشخاص هذول ويسووا لهم برامج تزاوج، مش زواج، تزاوج مع سيدات يحمل نفس المواصفات، بحيث أنه يكون في جيل مهجن بحيث أنه
يركز أنه أنا أبغى المجتمع يكون بهذه الكيفية. نفس الفكرة اللي يجرم فيه الانتخاب العرقي النازي يجرم فيه الانتخاب الجيني لأي أسباب أخرى. لا أبغى والله ولد يكون أسرع، ولد أقوى، ولد أطول، ولد أعظم، ولد أذكى، ولد IQ مرتفع. هذه كلها بتخلي المجتمع في النهاية يتمايز إلى تصورات قبلية لما هي المثالية. مين اللي يحط ما هي المثالية؟ هذا هو السؤال. ولو اتفقنا وشرعت الأنظمة التعديل الجيني للعلاج دون التجميل، وش اللي فرق بينهم؟ هل إزالة السمنة علاج؟ كثير من شركات التأمين تعتبر التكميم جزء من التجميل. ولو سمح للتعديل الجيني بأن يكون متاح للجميع بأساليب بسيطة، هل بتعتبر متلازمة داون مرض يجب علاجه؟ هل بتسمح للتعديل الجيني أن يمحو متلازمة داون من الوجود مثلاً، بالرغم من اللي فيهم داون وأهاليهم ما يشوفوهم مرضى؟ I am a man with Down syndrome and my life is worth living. لذلك السبب بالتحديد في الأخلاقيات حاجة اسمها سلوبري سلوب أو المنزلق. إذا سمحت للفكرة لن تستطيع أن تسيطر عليها. يعني الانحراف ترى يبدأ درجة واحدة ثم يصبح كيلومترات بين النقطتين. اليوم تقنية كريسبر تعدل على الجين، الجين اللي يعتبر أصغر من حجم النملة بأربعة مليون مرة. تقنية كريسبر تتطور وبنستخدمها أكثر وأكثر لحل مشكلات البشرية. ولكن الحذر في تعديل شيء أساسي وجوهري، الحمض النووي للإنسان، سلالاتنا البشرية. هذا الحذر هو اللي بيضمن لنا نحن نستخدم هذه التقنية دون أن نقع في حفرة التعديل الجيني.